أيام قليلة تفصل اللبنانيين عن الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 من شهر أيار الجاري، أيام قليلة يحتدم الجدل فيها بين من يرى في الانتخابات فرصة تاريخية للتغيير ومن لا يرى أي إمكانية للتغيير في ظل نظام المحاصصة الطائفية والتوريث السياسي الذي يسيطر على المشهد اللبناني. جانب من اللبنانيين يراهنون على أن تكون المشاركة القوية في هذه الانتخابات ضماناً لإحداث التغيير عبر منح الفرصة للمستقلين والقوى المناهضة للفساد والطائفية من أجل رسم خارطة جديدة للبلاد سياسياً واقتصادية والخروج من حال الانهيار والأزمات المعيشية غير المسبوقة التي يعانيها اللبنانيون منذ عدة سنوات، كما يرون أن مقاطعة الانتخابات تعني موافقة ضمنية على استمرار نهج الفساد والمحاصصة وتحكم الميليشيات في المشهد السياسي. في المقابل يرى جانب آخر من اللبنانيين أن صناديق الاقتراع ليست سوى مضيعة للوقت وأن هذه الانتخابات لن تحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي وأن السلطة الموجودة في لبنان حاليا هي سلطة متجذرة وغير قابلة للتغيير لأنها تعتمد على قوة سلاح الميليشيات في الداخل وعلى الدعم الإقليمي من الخارج، ومن ثم فإن الانتخابات لن تغير من الأمر شيئا. وبحسب مراقبين فإن الانتخابات في لبنان تمثل فرصة للبنانيين لتحدي السلطة على الرغم من أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لا تزال ضئيلة جدا، إلا أن كثافة التصويت ربما تصنع الفارق السياسي الذي قد يمثل عاملاً ضاغطاً من أجل التخلص من الفساد والتبعية الإقليمية والدولية في لبنان، ويفتح الباب أمام صياغة معادلة سياسية جديدة للمشهد اللبناني.